من ظن أن الغرب يحترم المرأة فهو واهم، إنما يتخذها سلعة. وهذا الأمر رأيناه، يعني مهام المرأة كمهام الرجل عند الأمريكان، لا احترام ولا تقدير لضعف المرأة لا يوجد. لا، أنا قاعد أدفع لك راتب، مو شغلي عندك عذر خاص بالنساء أو كذا، هذا مو شغلي أنا. وتعطى مهام، يعني أمامنا مرة كانت في جندية لا متعاطفة ولا حاقدة، يعني من النوع الصموت آلة. فمرة من المرات رأينا، وإحنا لما كنا في المعسكر الرابع الجماعي، فشفنا الجندية مكلفة بأن تمسك الماء، خرطوم الماء، وتترشه على التراب عشان لا يجي للجنود الغبار، وكان متعب والماء يجي عليها وتبهدلت. فالمعتقلين راحوا وكلموا الواتش كوماندر، قالوا له ليش؟ حرام، هذه امرأة ضعيفة، كيف انت تكلفها فوق طاقتها؟ هذا المفروض يكون عمل الرجال. الواتش كوماندر استغرب، قال لهم انتوا شكوا صد، يعني جندية يعني ما يعرف مشاعر الشباب، سبحان الله. يعني فالواتش كوماندر اضطر، لانه سووا مشكلة الشباب، فحتى ما تصير زعزعة امن في المعسكر الرابع جماعي، فراح وغير المهام المرأة وعطاها لرجل. طبعا رجل اتوقع قام يسب الشباب لما قال بس، لانه مهمة صعبة. صارت قصة ثانية واحنا في العنابر، الجندي احد الجنود ضرب، عفوا يعني الجندية من مؤخرتها، ضربها في مؤخرتها، فتأثرت نفسيا. وواحد من الشباب شاف المشهد تضايق، فراح كلم الجندي قال له ليش تسوي كذي؟ فقال له انت ايش دخلك؟ فتفل الاخ عليه، الاخ المعتقل تفل على الجندي، فعوقب الاخ عقوبه شديده. فواحد من الجنود مستغرب من الموقف جدا، قال عجيب يعني كيف. فالاخ قام يشرح له الثاني، فقام صار حوار بينه وبين هذا الجندي، فقال له ليش ما تروح تشتكي على هذا الجندي؟ قالت له ما تقدر، لان اذا اشتكت عليه الجنود راح يتعاونون عليها في السكن وراح يؤذونها. في بعض الجنديات اسلموا بسبب هذه المواقف اسلموا.